السلام عليكم ورحمه الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم كامله مزيانه وانتم كتشوفوا هاد لانوبال فيديو. الوغ الفيديو ديال اليوم غادي تكونوا ديجا شفتوها من العنوان، وغادي تكونوا ديجا شفتوا اخر الاخبار بخصوص المذكره الوزاريه الجديده اللي عاد خرجت البارح 20 ماي بخصوص موعد اخر فروض ديال المراقبه المستمره لجميع المستويات الاولى الابتدائيه والثانويه والاعداديه، وكذلك بخصوص موعد اولا تاريخ ديال اجراء الامتحانات الاجهاديه الجهوي وكذلك الوطني. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا المذكره طويله بزاف وفيها بزاف ديال لي ديتاي، انا غادي نحاول نختصر لكم ونعطيكم المفيد. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول نعطيكم موعد ديال اخر فروض المراقبه المستمره، الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نعطيكم فيه الموعد ديال الامتحانات الاجهاديه يعني الجهوي والوطني، باش هكذا الفيديو ما تجيش طويله، غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وشويه ديال التركيز وراكم غادي تفهموا ان شاء الله كلشي. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا هذا الجدول فيه الموعد ديال اخر فروض المراقبه المستمره بالنسبه لجميع المستويات الابتدائي الاعدادي والثانوي. بالنسبه للابتدائي غادي يكونوا عندهم الفروض ديال المراقبه المستمره الاخرين، غادي دوزوهم ما بين 27 يونيو و 2 جوليوز 2022، يعني ما بين الاخر ديال شهر 6 والاول ديال شهر 7، هذا الشيء كيعني ان القرايه غادي تستمر حتى لبدايات شهر 7. بالنسبه للتعليم الثانوي الاعدادي يعني 7 و 8 و 9 حتى هما نفس التاريخ ما بين 27 يونيو و 2 جوليوز 2022. اما بالنسبه للتعليم الثانوي التاهيلي يعني 5 6 والباك، فغادي يكون مقسوم على قسمين. بالنسبه للجذع المشترك غيكون عنده نفس التاريخ ديال الاعدادي وديال الابتدائي اللي هو ما بين 27 يونيو و 2 جوليوز 2022. اما بالنسبه الاولى والثانيه بكالوريا فغادي يدوزوا الامتحانات اولا الفروض ديال المراقبه المستمره الاخيره ديالهم ما بين 30 ماي و 4 يونيو، يعني ان الناس ديال الاولى والثانيه بكالوريا غادي يساليو الفروض ديال المراقبه المستمره ديالهم في الاوائل ديال شهر 6، بعكس المستويات الاخرى الابتدائي والاعدادي فما غادي يساليوهم حتى البدايه ديال شهر 7. هذا هو الديكالاج اللي غادي يكون، وهذا هو الاختلاف اللي غادي يكون في هذه المستويات بالنسبه للموعد اخر الفروض ديال المراقبه المستمره. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو، غيستي برونشي سور لا شين باش تشوفوا لا فيديو الجايه اللي غادي نخلي لكم فيها الموعد ديال الامتحانات الاجهاديه بالنسبه للابتدائي الاعدادي وكذلك الثانوي. هادشي اللي كاين، تهلاو في راسكم وتابوناو الا كنتو مازال ما مابونيش، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم.